السلام عليكم ومساء الخير والسعادة والتفاؤل والأمل في غد أفضل على حضراتكم مشاهدينا مشاهدي الحياة في مصر. يا رب يا رب نكون النهاردة ضيوف خفاف على حضراتكم. اسمحوا لي أتكلم مع حضراتكم النهاردة عن فيلم إسرائيلي بتمارس فيه إسرائيل هواياتها المعهودة بطمس الحقائق وقلب الصورة أو عكسها علشان تخليك تشك كمصري في رموز بلدك. في البداية الفيلم بيتمحور حوالين أشرف مروان، وأشرف مروان كان زوج بنت الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر، وكان برضو سكرتير الرئيس أنور السادات، وكل الكتابات المتاحة عنه بتوصفه بأنه كان وطني بيعمل لصالح البلد دي. لا وكمان حضر جنازته الرئيس الأسبق مبارك. اتفقت أو اختلفت معاه مش قصتنا دلوقتي، لكن قصتنا إن رأس الدولة المصرية وقتها حضر الجنازة، وكمان رئيس مخابراتنا الراحل عمر سليمان حضر الجنازة، والاتنين أشادوا يومها بأعمال أشرف مروان الوطنية. أما بقى الفيلم الإسرائيلي فبالطبع تبنى وجهة النظر الإسرائيلية بأن أشرف مروان كان بيعمل لصالح إسرائيل، وده مش غريب عليهم وأمر طبيعي. ما هو استحالة يكون كاتب السيناريو إسرائيلي اسمه ديفيد أراتا ويكتب حاجة يمجد فيها في مصر، أو تتوقع مثلا من مخرج الفيلم إنه يتبنى وجهة النظر المصرية عن أشرف مروان وهو مخرج إسرائيلي واسمه أرييل فرومان، لو كمان مخرج كبير في هوليوود لأنه أخرج فيلم مشهور زي The Iceman. وهنا مش هلوم عليهم، لأنه من الطبيعي إن أي مؤلف أو مخرج إسرائيلي هيحب يخدم بلده ويكتب رؤيته والسيناريو اللي يعلي من شأن بلده حتى ولو بالكذب. لكن اللوم هنا على صناعة السينما في بلدنا. وتابعوا حضراتكم الكام فيلم اللي موجودين في السينمات حاليا، هتلاقوا ضرب، بلطجة، عنف، وكمان كوميدي. وهنا نقف عند مؤلفين السيناريو في بلدنا، لأن مع كامل احترامي ليهم واضح إن التفكير في سيناريو الأكشن والتشويق أو السسبنس عندهم انحصر بس في الضرب والبلطجة بالسيوف والمطاوي، ما فكروش إنه ممكن يكون في أعلى درجات التشويق والأكشن والسسبنس في قصص صراع بلدنا مع إسرائيل، وبالأخص مع قصص زي رأفة الهجان وأشرف مروان أو أحمد الهوان اللي هو جمعة الشوان وغيرهم كتير وكتير. بس الاستسهال، إحنا بنستسهل فبنفرط يمكن بدون قصد في حق بلدنا، ولما ما نردش بتكون في وجهة نظر واحدة بس ومتخدم عليها بفيلم وكمان متكلف، وهي وجهة نظر إسرائيل. فيترسخ الانطباع وبالأخص عند الأجيال الجديدة إن أشرف مروان كان بيعمل لصالح إسرائيل مش لصالح مصر. وما تنسوش إن لولا مسلسل رأفة الهجان مثلا اللي تربينا عليه مع المبدع الكبير الراحل محمود عبد العزيز، كان زماننا النهاردة صدقنا إنه كان بيخدم إسرائيل مش مصر. ولو الأمر هيقف عند شغل إسرائيل فقط هيكون الأمر هين، لكن لما كمان تلاقي مساعدة من جواك مع الأسف من كتائب الإخوان على مواقع التواصل الاجتماعي وتشوفهم بيروجوا لوجهة نظر إسرائيل لمجرد كرههم للجيش المصري والنظام الحالي رغبة في الكرسي، فالأمر بيكون أشبه بالخناجر اللي بتضربك من ظهرك لمجرد الرغبة في الشماتة فيك. وهنا اسمحوا لي أستعين بكلمات قالها لي واحد اسمه فرانك سيسنو من كام سنة. وفرانك سيسنو ده كان رئيس مكتب CNN في واشنطن، وللعلم هو برضو يهودي بس يهودي أمريكي، ويومها العبد لله كان بيسجل معاه عن سيطرة اليهود على العقل الأمريكي، فقال لي يومها إن في غياب تام لصوت العرب بشكل عام والعرب الأمريكيين بشكل خاص عن إيصال صوت قضاياهم للداخل الأمريكي. أثرياء العرب لما بيجوا لأمريكا بيستثمروا بس في العقارات، في حين إن اليهود هناك مركزين في صناعة السينما في هوليوود وكمان القنوات التلفزيونية والصحف وكمان الجامعات، يعني تركيز على السيطرة على العقل الأمريكي.
ربنا يصلح حال بلدنا ويحميها ويعلي صوتها دايما في السماء، اللهم امين. واسمحوا لنا مشاهدينا الكرام نبدا بشكل مباشر انترو الحياه في مصر النهارده مع حضراتكم من مجلس الوزراء، لان كان في عدد من الاجتماعات المهمه للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وكان اولها لقائه بالدكتوره سحر نصر وزيره الاستثمار والتعاون الدولي، وكمان محمد فريد رئيس البورصه المصريه، علشان متابعه عدد من الملفات المتعلقه بالاستثمارات الجديده. رئيس الوزراء اكد خلال الاجتماع ان الحكومه بتتطلع انها تجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وشدد كمان على أهمية التوصل لخريطة استثمارية بتضم المشروعات وكمان الفرص المتاحة في كل القطاعات. اسمحوا لي بشكل مباشر مشاهدينا الكرام بينضم لي عبر الهاتف للمزيد من التفاصيل سعادة السفير أشرف سلطان المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء. يا سعادة السفير أهلا وسهلا بيك، مشرفني في الحياة في مصر. أهلا وسهلا. أهلا بيك يا فندم. تفاصيل أكتر يا فندم عن النهاردة اجتماع الحكومة. يعني نبدأ بالاجتماع الخاص بالموضوع الاستثمارات والبورصة، لأن الحقيقة الاجتماع كان مهم جدا وله شقين. الشق الأول يعني متعلق بخريطة الاستثمارات في مصر، زي يكون فيها يعني قدر من التحديث، مطلوب أنه يكون في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية في الفترة القادمة. في طبعا عندنا خلفية تم تأسيسها في الفترة الماضية، سواء في ما يتعلق ببنية تشريعية أو تسهيل الإجراءات لجذب استثمارات خارجية، وبالتالي نستمر في الاتجاه الخاص بجذب استثمارات من خلال خريطة استثمارية متكاملة بتضم كل الفرص والمشروعات المتاحة في كل القطاعات. طبعا في هذا السياق التركيز بيكون على المشروعات اللي فيها فرص عمل أكبر، المشروعات اللي فيها موضوعات أو مجالات عمل مختلفة، بحيث أن يكون في نوع من التنوع. أيضا الاجتماع تناول موضوع البورصة، كان هناك استعراض من السيد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية الفترة الماضية ما تم من قرارات أو إجراءات بهدف يعني تسهيل التعامل في البورصة ومساعدة المستثمرين في البورصة توفير مناخ أفضل. وده الحقيقه كان في اكتر من اشاره، سواء ما يتعلق بتزايد عدد الشركات المستخدمه النظام الالكتروني للافصاح، في هناك اكثر من قرار تم اتخاذه في الفتره الماضيه، منها الموقع الالكتروني، منها يعني توفير معلومات، منها بعض الاجراءات التي تم اتخاذها زي خفض معدلات تاخير قيد تعديلات رؤوس الأموال. أيضا تم تعديل الإجراءات التنفيذية بما يسمح للشركات المقيدة بتجزئة القيمة الإسمية لأسهم البورصة خلال 12 شهر. هناك بعض الإجراءات التي تم استعراضها، والسيد رئيس الوزراء كان له أيضا يعني توجيه ب طيب إذا كان ده ما تم في الماضي، مطلوب الاستمرار في هذا الاتجاه، ومطلوب الاستمرار في مقترحات جديدة أو مقترحات إضافية للمزيد من التحديث لآليات العمل في البورصة. وده الحقيقة كان أيضا من النقاط التي تمت مناقشتها اليوم. بالتأكيد البورصة المصرية في اهتمام كبير عليها من طبعا من مجلس الوزراء، وطبعا من الشق الرئاسي كمان الرئيس عبد الفتاح السيسي بيهتم بشكل مباشر بالبورصة المصرية. وحتى لو حضرتك تتذكر يا سيادة السفير كلامه في افتتاح مصانع الأسمنت بأن هيتم طرح عدد من هذه المصانع في البورصة من أجل مشاركة عدد من أهالينا الكرام، فبالتأكيد دعم كبير للبورصة المصرية في الفترة المقبلة. الشق الآخر يا فندم متعلق بلقاء رئيس الوزراء النهاردة بالدكتور حازم الببلاوي، تفاصيل أكتر عنه. التقرير كان الاجتماع كان في إطار يعني الدكتور حازم الببلاوي كان في إطار التهنئة بالمنصب الجديد للسيد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. طبعا كان في بعض الإشارات إلى بعض يعني التحديات التي بتواجه الفترة الحالية، ولكن يعني السيد رئيس الوزراء حرص أن يوجه الشكر للدكتور حازم الببلاوي على التهنئة، وأكد أن كل من تقلد هذه المسؤولية في الفترات السابقة واجهته كثير من التحديات، وكان في جهد كبير بذل لمصلحة الوطن
وان هو ده الهدف في اي حكومه موجوده. ده اللي كان متعلق بالمقابله، ولا علشان الدكتور حازم الببلاوي يعني ليه منصب في صندوق النقد الدولي فتطرق الموضوع للتعاون بين مصر والصندوق؟ يعني التعاون بين مصر والصندوق ده موضوع الحقيقه مستمر ولا يتوقف ابدا، ودايما دائما بكل تاكيد انه مثل هذه الاجتماعات تتطرق الى هذا الموضوع، ولكن هو كان الهدف الاساسي من الاجتماع كان يعني تقديم التهنئه والتشاور في بعض النقاط من بينها طبعا الموضوع الصندوق. طيب انا اطلت على حضرتك يا فندم، بس يعني اخر سؤال، المتخصص او الخاص بتامين الموانئ والمنافذ المصريه اللي السيد رئيس الوزراء النهارده ناقشها في الاجتماع. الحقيقه ان ده كان موضوع مهم جدا، احنا يعني الحكومه بدات في هذا الموضوع منذ فتره، واليوم كان استكمال لكل الجهد المبذول. تم اليوم استعراض ما تم في انجازه في المرحله الاولى لتامين كل المنافذ والمواني سواء البحريه او البريه او الجويه. تم تجهيز هذه المواني بتجهيزات حديثه ببعض المعدات والاجهزه بهدف الكشف عن محاولات التهريب، وبهدف أيوه. جميل جدا. الكشف عن اي ممنوعات ربما يتم تهريبها. طبعا دي المرحله الاولى، لكن هناك مرحله ثانيه جاري العمل فيها. اجتماع اليوم استعرض يعني المشاكل التي تواجه المرحله الثانيه. هناك طبعا يعني توجه او يعني توجيه من السيد رئيس الوزراء بانه يتم الالتزام بالجدول الزمني الموضوع. ايضا الاجتماع تناول في اطار المواني البحريه، تم التكليف من السيد رئيس الوزراء هيئه الثروه السمكيه بتولي بعض الاجراءات الاصلاحيه، منها عمليه ميكنه كل تصريح الصيد التي يتم اصدارها، ده بهدف ان يكون في رقابه افضل على تصريح مراكب الصيد. كان هناك يمكن نظام معمول به في السابق، نظام ربما لا يصلح مع متطلبات الفتره الحاليه. رئيس الوزراء وجه ايضا بان يكون هناك في لجنه مصغره من هيئه الثروه السمكيه بوزاره الزراعه وهيئه السلامه البحريه وقطاع النقل البحري ووزاره العدل وحرس الحدود بهدف مراجعه القانون الخاص بالصيد والثروه السمكيه. ده شيء محترم للغايه يا فندم، واهم شيء حضرتك ذكرته النهارده الجزء الخاص بالمنافذ والتشديد والرقابه اكثر على المنافذ علشان منع التهريب. ممكن اقول لحضرتك على كان في فقره معايا امبارح خاصه بالصناعات الجلديه، وكان الضيف الفاضل وهو في شعبه الصناعات الجلديه وكان بيتكلمني على عمليات التهريب اللي بتحصل. مصر بتستورد 100 مليون ب 100 مليون جنيه مصنوعات جلديه، وفي نفس الوقت في التهريب بيوصل لحوالي بالرقم يعني ل 300 مليون، فده اقتصاد موازي الدوله المصريه بعيده عنه. فتشديد الاجراءات على المنافذ ده شيء محترم للغايه وهيدعم الاقتصاد المصري في الفتره اللي جايه. بالتاكيد حضرتك ذكرته، ده احد الامثله وده مثال مهم الحقيقه. احنا دايما يعني كل هذه الاجراءات بتهدف الى ليس فقط تحقيق الامن ولكن ايضا الحفاظ على المكاسب الاقتصاديه، يعني زي حضرتك اشرت الى مثال. طبعا موضوع مهم جدا، لانه سواء اي ممنوعات او اي بضائع حتى لو كانت شرعيه لكن مهربه بطريقه غير شرعيه، ده موضوع يجب التعامل معاه بشكل واضح. ما يتم الان هو تطوير كامل للمنافذ بكافه انواعها، وده الحقيقه بيتم على اكثر من مراحل، لانه عمليه التطوير بتتطلب طبعا جهد سواء من الناحيه الفنيه او من طبعًا. ناحيه توفير الاعتمادات الماليه. جزيل الشكر سعاده السفير اشرف مروان، اشرف سلطان. رجعت للمقدمة مرة تانية أشرف مروان. جزيل الشكر السفير أشرف سلطان المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء. وبخصوص كمان التهريب، خليني أشكر مع حضراتكم الرقابة الإدارية، لأن عمليات الرقابة بتزداد. صحيح مجلس الوزراء بيعمل الدور اللي عليه كتنفيذيين، بس برضو الرقابة الإدارية دورها كبير للغاية، وإحنا بنتكلم على رأس الجهاز نفسه، رأس سلطة الجمارك نفسها اتقبض عليه. فبنتكلم على ان مفيش كبير في البلد، حتى لو كنت اكبر راس في المنظومه لو اخطات هيتم عقابك. فده بالتاكيد شيء رادع للغايه،
حتى للموظفين الصغيرين اللي موجودين في الجمارك اللي كلهم طبعا فوق الراس لو مشوا مظبوط. ونروح لرئاسة الجمهورية، لأن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرار بالموافقة على اتفاق قرض شراء 13 قاطرة لخط المترو التاني بين الحكومة المصرية والبنك الأوروبي، وده كان تم توقيعه في القاهرة بتاريخ 8 ديسمبر سنة 2015 بعد طبعا ما وافق عليه مجلس الوزراء. كمان الرئيس عبد الفتاح السيسي هيستقبل بكرة بمشيئة الله رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، وده هيكون في مقر الرئاسة في إطار زيارة الرئيس الفيتنامي لمصر اللي بدأها بجولة سياحية في الأقصر في جنوب بلدنا على مدار يومين. السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة قال إنه من المقرر إن الرئيسين المصري والفيتنامي هيتكلموا لوسائل الإعلام بعد انتهاء مباحثاتهم في مؤتمر صحفي مشترك بكرة بمشيئة الله. ونروح لقضية السفير معصوم مرزوق، لأن النهاردة جهات التحقيق وصلت تحقيقاتها مع السفير معصوم مرزوق ويحيى الأزاز ورائد سلامة وكمان 6 آخرين محبوسين احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضية دي اللي بتجرى معاهم في اتهامهم بمشاركة جماعة إرهابية في تنفيذ أهدافها. التهم اللي وجهتها النيابة العامة للمتهمين كانت مشاركتهم جماعة إرهابية في الدعوة لأهدافها وتلقي تمويلات خارجية بغرض الإرهاب، بالإضافة طبعا لمواجهتهم بالأحراز المضبوطة في القضية والجرائم الموجهة ليهم. اسمحوا لنا مشاهدينا الكرام نتابع تفاصيل أكتر في التقرير اللي جاي. هم لا يعبروا عن الدين ولا يمثلوا الدين الإسلامي وإنما هم فجار دين. منذ إزاحة جماعة الإخوان الإرهابية من حكم البلاد بفضل ثورة 30 من يونيو، اتخذت الجماعة العديد من الأساليب الخبيثة لضرب استقرار الدولة المصرية وإثارة الفتنة بين صفوف الشعب المصري على أمل العودة للمشهد السياسي مرة أخرى. ومن أجل تنفيذ خططها المشبوهة ضد مصر ومؤسساتها الوطنية، لجأت الجماعة إلى العديد من الوسائل، كان أبرزها اللجوء إلى تغيير جلدها عن طريق تجنيد شخصيات تنتمي إلى طيارات أخرى بهدف استخدامها كأداة لتنفيذ المخطط الذي انكشف مبكرا، مخطط كان من خلال دعوة أطلقها السفير السابق معصوم مرزوق للتصالح مع الجماعة الإرهابية. فكانت البداية منذ حوالي 3 أسابيع حينما أطلق معصوم مرزوق عبر صفحته فيسبوك مبادرة تحت اسم من أجل مصر تعالوا إلى كلمة سواء، يطالب فيها بإجراء استفتاء شعبي حول استمرار النظام الحالي في الحكم من عدمه، مبادرة تضمنت أيضا دعوة للاحتشاد في ميدان التحرير يوم 31 أغسطس إن لم يستجب النظام الحالي لفكرة الاستفتاء، مبادرة فاشلة تأتي بعدما شهدت مصر انتخابات رئاسية لمرتين عامي 2014 و2018 فاز فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي كان وزير الدفاع إبان الإطاحة بمحمد مرسي، انتخابات رئاسية نزيهة أكدت مرتين على إرادة الشعب المصري بالموافقة على الرئيس السيسي كرئيس مدني منتخب ديمقراطياً. معصوم مرزوق الذي وجهت إليه نيابة أمن الدولة العليا اتهامات لمشاركته مع جماعة الإخوان الإرهابية لتحقيق أهدافها وتلقي تمويل أجنبي لتنفيذ غرض إرهابي، هو أيضا من دعمته الجماعة الإرهابية من خلال عدة طرق مختلفة، بدايتها عندما خصصت شاشتها لظهوره عليها من أجل دعمه إعلاميا، فكان نجما من نجوم قنوات الإخوان خلال الفترة الماضية، فظهر على قناتي مكملين والشرق أكثر من 10 مرات ضيفا على الهواء أو عبر الهاتف، دعم لم يكن إعلاميا فقط بل ماليا أيضا. فوفقا للتحقيقات الأولية لنيابة أمن الدولة، فالتمويلات الإخوانية كانت تتدفق على معصوم ورفاقه من خلال عمرو محمد جمال مالك شركة المدينة للتجارة والمقاولات الإخوانية، كما أن القيادي الإخواني رأفت كمال عبد اللطيف كان المنوط بنقل تكلفات عزم بشارة إلى معصوم ورفاقه والتواصل معهم من أجل
تنفيذ الخطة الموضوعة لهم. وها هو يوما بعد يوم تكشف نيابة أمن الدولة المصرية ملامح خطة جماعة الإخوان الإرهابية الأخيرة لهدم الدولة المصرية عقابا للشعب الذي اختار بحريته طرد هذه الجماعة من حياته السياسية. فتأتي غدا نجيب ونرمين حسين مثلين لأعضاء هذه الخلايا ممن باعوا ضمائرهم للجماعة مستغلين قوتهم على وسائل التواصل الاجتماعي والعدد الكبير لمتابعيهم من أجل بث الشائعات والترويج لتعليمات الجماعة القادمة من تركيا وقطر. وهي الآن الأذرع الإعلامية للجماعة تبدأ في مهمة الدفاع عن خلاياها الخبيثة، فسخروا كل أذرعهم الإعلامية وكتائبهم الإلكترونية للدفاع عن مرزوق ومعاونيه. خلايا خبيثة سخرتها الجماعة الإرهابية جنودا لإعادتها إلى المشهد السياسي مرة أخرى وسط سلسلة طويلة من الشخصيات التي حاولت الجماعة تجنيدها لصالح الترويج لأهدافها الدنيئة والتي لم تعد خفية على أبناء الدولة المصرية الذين يضربون أروع الأمثلة في تحطيم كافة المخططات الإرهابية معلنين مرارا وتكرارا رفضهم القاطع لمجرد فقط طرح أي مبادرات مع من تلطخت أيديهم بدماء رجال القوات المسلحة البواسل والشرطة المدنية في معركتهم لدحر الإرهاب. واسمحوا لنا مشاهدي الكرام، بينضم لي عبر الهاتف على هذا الأمر الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ عادل السنهوري. أستاذ عادل أهلا وسهلا بك، مشرفني في الحياة في مصر. أهلا بك يا كمان. أهلا بك يا فندم. تابعت إزاي مجريات القضية وكمان تابعت إزاي حالة الطوارئ اللي موجودة في قنوات الإخوان اللي موجودة في تركيا وطبعا قناة الفتنة العربية اللي موجودة في قطر قناة الجزيرة، اهتمامهم طبعا بهذه القضية؟ خلينا نقول يعني هي المسألة لماذا هذا التوقيت بالذات ولماذا هذه الفترة الزمنية بالذات يعني أن تظهر مثل هذه الدعوات، وللأسف تظهر على يد يعني من يزعمون أنهم ينتمون إلى اليسار المصري، وأعتقد أن اليسار منهم بريء. يعني هذا التوقيت في الوقت التي يعني تبني فيه مصر وتنهض وتحقق يعني قفزات اقتصادية وتحاول كافة الطرق أن تعبر أزمتها الاقتصادية إلى آفاق تنموية أعلى، يأتي مثل هؤلاء للأسف اللي أنا بسميهم إن هم الطابور الخامس أو الأذرع الجديدة لجماعة الإخوان الإرهابية لمحاولة تشويه المشهد ومحاولة إرباك المشهد ومحاولة تأليب الرأي العام، وهم الذين يعني خلينا نقول هؤلاء أفشلوا حقيقة الحركة اليسار في مصر، وأن رغم أنهم كانوا يرفعون شعارات يعني براقة يعني تعبر عن مطالب الشعب المصري في 25 يناير، ولكنهم للأسف استسلموا وارتموا في أحضان الإخوان. خلينا ما ننساش ما حدث يعني في مشهد فيرمونت، نفس هؤلاء هذه الوجوه هي التي وقفت خلف المدعو محمد مرسي ومدت الايادي وصفعت ايادي الاخوان الملوثه بدماء المصريين، او لا مره اخرى يعدون نفس السيناريو نفس القره بعد للاسف ان يعني خلينا نقول يعني انكشفت الوجوه او سقطت الاقنعه، ويعني واصبح لدينا الان يعني حفنه من الذين باعوا ضمائرهم لخونة الوطن، ولم يكن لديهم أي تقدير أو تمييز لما يعني لدماء الشهداء حتى التي تسير على أرض سيناء بتمويل من هذه الجماعة الذي يريد يطرحون المبادرات من أجل التصالح بينهم ومعهم، والذين يعني يريدون إعادة المشهد الفوضى مرة أخرى إلى مصر. للأسف كمان يعني بعض هؤلاء إذا كان السفير معصوم مرزوق أو غيره الذين ينتمون إلى التيار الناصري، يعني هؤلاء لم يقرأوا سيرة أصلا الزعيم عبد الناصر مع جماعة الإخوان المسلمين، كيف وأنتم تنتمون يعني إلى هذا الرجل العظيم ولا تعرفون ماذا فعل الإخوان معه منذ ثورة 53 ثورة 52 ثم بعد ذلك في محاولات بنفس السيناريو في تنظيم 64 عندما حاولوا تفجير ايضا القرارات الخيرية والمنشآت في مصر، فكانت الضربة القاسمة لهم
من الزعيم جمال عبد الناصر، كيف له هم انتمون لهذا الرجل ان هم يعني تكون لديهم الجرأة ويعني يمدوا ايديهم الى مثل هذه الجماعه ويكونوا اذرع للاسف وطابور خامس لهم. طيب استاذ عادل اعود مره ثانيه، اعود مره ثانيه لسؤالي لو حضرتك تسمح لي يا فندم، الخاص بحاله الطوارئ اللي موجوده في المواقع الاخباريه الاخوانيه وطبعا القنوات القطريه اللي في حاله طوارئ اشبه بحاله الطوارئ اللي موجوده عندهم وتكريس كل برامج الهواء لهذا الامر. حاله الهياجه اللي فيها القنوات القطريه لانه يعني الناس استطاعت اجهاض احد اذرعهم في الداخل وكشفت عن اوجههم او عن طوابيرهم التي يريدون استغلالها لبيت المشهد في مصر ونشر الفوضى. فبالتاكيد يعني اعتقد كلما فشلت محاولتهم كلما هاجوا وماجوا واستغلوا كل اكاذيب واطلقوا كل اكاذيبهم عبر وسائل على اعلامهم، فاعتقد انها ضربه قويه وخاصه انها تتزامن ايضا مع ضربه قويه اخرى مع احباط هجمه ارهابيه في سيناء. يعني يجب ان احنا دائما يعني نربط ما بين كافه الاحداث لانه هو السيناريو واحد سواء كان بالكلمه او بالاعلام او سواء كان بالارباجي وبالقنابل الابوات الناسفه. يعني ربنا يرحم شهدائنا بالتاكيد ويشفي مصابينا اللي كانوا موجودين بالامس، وبالتاكيد كل التحيه لجيشنا العظيم ولشرطتنا المدنيه في مجهوداتهم الجباره ضد جماعات التطرف والارهاب. جزيل الشكر للكاتب الصحفي الكبير الاستاذ عادل السنهوري. اسمحوا لنا مشاهدينا الكرام نخرج لفاصل ونعاود بعد الفاصل استكمال باقي اخبارنا في الحياه في مصر. مرحبا بحضراتكم من جديد مشاهدينا الكرام في الحياه في مصر، ولسه بنكمل مع حضراتكم اخبارنا ولسه بنتابع مع حضراتكم التفاصيل الخاصه بانتهاء موسم الحج وعوده حجاجنا الى الاراضي المصريه سالمين الحمد لله. وفي السياق ده وزاره الصحه والسكان اعلنت عن استقبال عيادات البعثه الطبيه للحج لحد النهارده الظهر حوالي 78,768 حالة مرضية تم الكشف عليها وصرف العلاج اللازم. ده في الوقت اللي أكدت فيه الوزارة تخصيص خط ساخن للحجاج برقم 105 للإبلاغ عن تعرضهم لأي أعراض مرضية بعد عودتهم من أداء المناسك. الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي في وزارة الصحة قال إن الخط الساخن بيقدم كل سبل التوعية للحجاج العائدين من الخارج تحسبا لظهور أي أعراض مرضية أو لا قدر الله وبائية عليهم بعد أداء المناسك. واسمحوا لنا مشاهدينا الكرام على هذا الأمر بينضم لي عبر الهاتف الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان. يا دكتور خالد أهلا وسهلا بيك، مشرفني في الحياة في مصر. دكتور خالد، طيب يبدو أن احنا فقدنا الاتصال بيها، نحاول التواصل معاه مرة تانية. نروح لوزارة النقل لأن النهاردة الدكتور هشام عرفات وزير النقل شهد توقيع الاتفاقية الإطارية الخاصة بتصنيع وتوريد 32 قطر مكيف للمرحلتين الثالثة والرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق بين وزارة النقل متمثلة في الهيئة القومية للأنفاق وبين شركة هيونداي روتيم الكورية. قام كمان وزير النقل بتوقيع الاتفاقية أو اللي أوقع الاتفاقية من مصر بشكل أخص الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور هشام عرفات وزير النقل قال إن إجمالي قيمة العقد وصلت لحوالي 317 مليون يورو وإن العقد ده بيختص بتوريد 32 قطر للمرحلتين الثالثة والرابعة من الخط الثالث زي ما قلت لحضراتكم، وبيتم تمويلها من خلال تمويل ميسر مقدم من بنك كوري. وزير النقل قال كمان انه لاول مره بيصل نسبه المكون المحلي لتصنيع القطارات لحوالي 30% وانه هيتم توريد الاربع قطارات الاولى بالتزامن مع افتتاح المرحله الرابعه بنهايه عام 2019 السنه الجايه ان شاء الله، والباقي بمعدل قطر كل شهر. اسمحوا لنا مشاهدينا الكرام نسمع جزء من تصريحات وزير النقل والدكتوره سحر نصر في المؤتمر الصحفي. المشروع بحوالي 317 مليون يورو زائد 640 مليون جنيه. الجانب الكوري هيوفر الجزء الاجنبي منهم 243 بقرض حكومي ميسر، مش ميسر يعني تقريبا اكنه
لكنها تقريبا منحه، لانها على 20 التينور بتاعه 20 سنه سماح زائد 33 سنه سداد بنسبه تكاد لا تذكر، واحد في الالف يعني 0.1%. يعني وطبعا ده معدل الحقيقه انا بحيي عليه حقيقه وزاره التعاون الدولي، ان هي حقيقه ساعدتنا كتير قوي الدكتوره سحر وناسها اللي احنا نوصل لهذا الشرط الممتاز. الاهم من كده ان هو هيبقى بنسبه تصنيع محلي حوالي 30%، ودي طبعا مهمه جدا ان احنا ندخل هذا المجال بقى، مش تصنيع مش تجميع عادي، لا يكون فيه برضه تصنيع محلي فعلا او مكون محلي 30%. ان شاء الله هنشتغل عليه في هذا العقد. We have signed in النهارده تم توقيع تصنيع وامداد ب 32 قطار للخط الثالث لمترو الانفاق بقيمه 432 مليون يورو، ودي هتكون علامه جيده على التعاون المثمر بين كوريا ومصر. ونروح لمشروعات الاسكان. النهارده المهندس خالد عباس نائب وزير الاسكان للمشروعات القوميه قال ان حاجزي الوحدات السكنيه في العاصمه الاداريه الجديده اللي تم غلق باب حجزها امبارح عليهم استكمال سداد 10%، وده خلال الفترة من النهاردة والحد 26 سبتمبر اللي جاي. من ناحية تانية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وزير الإسكان طبعا والمرافق قال إنه تم بدء إسناد الأعمال لست شركات مقاولات مصرية كبرى علشان تنفذ منطقة بطابع الإسكندرية القديمة على طراز المدن الكلاسيكية تحت مسمى الحي اللاتيني في مدينة العالمين الجديدة، وبنمط الطراز المعماري الروماني والإغريقي القديم، وهتكون بمساحة حوالي 450 فدان وبتضم حوالي 12 ألف وحدة سكنية بجانب الخدمات المختلفة. وعودة مرة تانية مشاهدينا الكرام لخبر الصحة، بينضم لي مرة تانية الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان. يا أهلا وسهلا بك يا دكتور خالد، مشرفني في الحياة. أهلا بحضرتك فندم، تحياتي. أهلا بك يا فندم. بالتأكيد لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي امبارح مع وزيرة الصحة والسكان كان مهم للغاية، وأهم خبر كان طبعا الاطمئنان على سير العمل على قوائم الانتظار، طبعا إنهاء قوائم الانتظار، لكن الخبر الأهم وقفت عنده هو إن مصر عندها أكبر عملية مسح لمرضى فيروس سي على مستوى العالم. احنا بنتكلم على حوالي 50 مليون مواطن مصري هيتم مسحهم للكشف عن ان الحمد لله ما يكونش عندهم فيروس سي. كلمنا اكتر عنها يا فندم. يعني خليني اقول لحضرتك طبعا هذا اللقاء يعني بياتي في اطار متابعه تكليفات او توجيهات سياده رئيس الجمهوريه لوزير الصحه في ملفات عديده جدا. زي ما حضرتك ذكرت اهمها يمكن تنفيذ مبادرة السيد الرئيس لإجراء المسح الطبي للكشف عن فيروس سي، وانضم ليها كمان الأمراض غير السارية اللي هو الضغط والسكر والسمنة. احنا المبادرة دي لها مراحل، ثلاث مراحل تتم إن شاء الله من خلالها. المستهدف 50 مليون مواطن خلال سبعة أشهر. سبع شهور. المبادرة بالظبط. هيتم إزاي؟ هيتم إزاي يا دكتور خالد؟ بيتم اولا المنافس، احنا عندنا ثلاث مراحل زي ما ذكرت لحضرتك، كل مرحله واخده بعض المحافظات. المرحله الاولى زودنا فيها عدد منافس تقديم الخدمه سواء مستشفى او مركز طبي او وحده صحيه او مركز شباب او عياده متنقله ل 1304 منفذ لتقديم الخدمه. ال 1304 دول هيبقوا موجودين المكان اللي ما فيهوش مستشفى متاحه او مركز طبي متاح او خلافه هيوصل له عياده متنقله، او هنعمل اليات الكشف دي هتبقى موجوده في اي مركز من مراكز الشباب اللي موجوده في هذا المكان. الجديد اللي تم عرضه على سياده الرئيس بالامس هو ان الوزيره عرضت خطه تدريبيه للاطقم اللي هتعمل في هذه الحمله. تم اعداد المواد التدريبيه بالفعل وسيتم طباعتها الاسبوع المقبل ان شاء الله، وتبدا ويبدأ على أن يبدأ التدريب ل 1304 متدرب من 11 ل 19 سبتمبر، وده هيبقى من خلال برامج تدريب اسمها برامج تدريب المدربين أو TOT. هيتم تدريب كل العاملين في هذه الحملة. يمكن في أيضا السيدة الوزيرة عرضت مشاركة شباب الجامعات المصرية في هذه الحملة، ودول متطوعين للمشاركة، وسيادة الرئيس كان أمر بأن أي شاب يشارك في هذه الحملة بيحصل على شهادة من الدولة بتفيد بمشاركته في هذه الحملة
القوميه اللي هي القضاء على فيروس سي والامراض غير السريه. هو سهل الكشف عنه يا دكتور خالد؟ يعني مثلا احنا كنا بنشوف في بعض المولات او بعض الاماكن بعض الشباب المتطوعين اللي بيقيسوا مثلا السكر، نسبه السكر عند الانسان، هل من الممكن يكون يحصل هذا الامر برضه؟ هو سهل يعني ولا لازم تحليل؟ خليني اقول لحضرتك بس اوضح نقطه. اتفضل. ان الشباب المتطوعين من الجامعات المصريه اللي هيشاركوا في هذه الحمله مش هيشاركوا في الجزء الفني او الجزء الطبي، احنا عندنا الاطقم الطبيه متوفره الحمد لله. ممكن سياده الرئيس وجه بالامس او شدد على توفير القوى البشريه وتحفيزهم للعمل بشكل يخلق تنافس مع القطاع الخاص ويؤكد جوده الخدمه الطبيه المقدمه، لكن مشاركه الشباب هتكون في الجزء الاداري، هتكون في الجزء التوعوي للمواطن، هتكون على سبيل المثال هندربهم على امكانيه ادخال البيانات، يعني ده طبعا بيتم من خلال قاعده بيانات موحده في اي مكان هيتم فيه الكشف. المنظومه دي مميكنه هتصب في الاخر في قاعده البيانات دي او بشكل مميكن. فمشاركه الشباب هتاتي او مشاركه اي حد في الحمله دي ملهاش علاقه بالجزء الفني او الجزء الطبي، دي هتاتي في اطار الاداريات، في اطار الاي تي او تسجيل البيانات او خلافه. اي مكان هيكون شيء محترم للغايه يا فندم، احنا بنتكلم على 50 مليون بني ادم مصري، يعني شيء محترم للغايه ان يتم الكشف عليهم. شكرا جزيلا وشرفتني الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزاره الصحه والسكان. ونروح لخبر غريب للغايه، احنا في عز الصيف والدنيا بتمطر. هيئه الارصاد الجويه اعلنت انه من المتوقع انخفاض درجات الحراره بكره ان شاء الله مع انخفاض نسبه الرطوبه بمعدل درجه او درجتين. والدكتور احمد عبد العال رئيس هيئه الارصاد قال في تصريحات لي ان الانخفاض المتوقع في درجه الحراره بكره من المتوقع انه يصاحبه فرص سقوط امطار على المحافظات الشماليه وبعض محافظات الوجه البحري. واسمحوا لي على هذا الامر بينضم لي عبر الهاتف الدكتور احمد عبد العال. يا دكتور احمد اهلا وسهلا بك يا فندم. اهلا بحضرتك والساده المشاهدين. احنا مش لسه هنستنى لبكره، النهارده مطرت في اسكندريه، ايه الاخبار يا فندم؟ احنا في عز الصيف. فعلا حصل النهارده امطار خفيفه، هو بدأ تحصل يظهر المنخفضات الجايه من اوروبا في طبقات الجو العليا، وده طبعا انا بعزيه للتغيرات المناخيه، لان على فكره مش كل التغيرات المناخيه ان هو تؤدي الى السوء، لا ممكن تؤدي الى تحسن في بعض الاوقات زي ما احنا شايفين في تحسن في الاحوال الجويه. متمثل في انخفاض في درجات الحراره بين درجتين الى ثلاث درجات على اغلب الانحاء، وظهور السحب المنخفضه والمتوسطه مصحوبه امطار خفيفه على السواحل الشماليه كلها ومحافظات بعض محافظات الوجه الشمال الوجه البحري. هيبقى في تقاصر للسحب على القاهره وباقي محافظات الوجه البحري، هتغيب الشمس بعض فترات النهار، وده يحسسنا بتلطيف في الاحوال الجويه غدا وبعد غد ان شاء الله. هو ده طبيعي دلوقتي يا دكتور احمد؟ نهائي نهائي، وانا بقول لحضرتك ده بعديها للتغيرات المناخيه اللي اثرت على العالم كله. تغيرات مناخيه؟ يعني التغيرات المناخيه هي السبب في ده؟ اكيد طبعا، لان طبعا ده مش طبيعي ابدا ان انا اجي في شهر اغسطس ويحصل امطار وبهذا الشكل، وبعدين تلاقي الدنيا معكوسه يا دكتور احمد، يعني في وسط اوروبا، في وسط اوروبا تلاقي الجو حر جدا ومن شده الحراره بيحصل حرائق في الغابات، واحنا عندنا اللي المفروض ان الجو يكون حر في الصيف يحصل مطر. فيعني ولو فكر حضرتك في فبراير في عز الشتاء الحراره القاهره وصلت 33، يعني وده غير طبيعي ايضا ان يحدث مثل هذا الكلام في فبراير او مثل هذا الكلام في اغسطس. فده فعلا تاثير التغيرات المناخيه اللي اثرت على مصر وتاثرت بيها بوضوح جدا. بس برضو يا فندم مع كامل احترامي، في علماء طقس اخرين بيقولوا ان جزئيه التغيرات المناخيه دي هي خدعه من الدول الكبرى، ما هياش حقيقه على ارض الواقع. لا لا، طب انا هقول لحضرتك حاجه، يعني ما احنا حاسين بهذه الكلام، مش لو خدعه مش هنحس بالتغيرات اللي احنا شايفينها، يعني هو المفروض القاهره 33 تبقى خدعه ولا احنا شايفينها وحاسين بيها فعلا عايشينها؟ ما تيجي في اغسطس ويبقى في امطار وانخفاض في الحراره في عز الصيف، يبقى دي خدعه ولا فعلا تغير في المناخ؟ لا طبعا تغير في المناخ طبيعي، يعني واضح جدا انه في تغير في المناخ، ومصر اتأثرت بيه جدا منذ اكثر من سنه، يمكن 2 3 4، وبدليل حتى نقدر نقول لما في نزل امطار على رياض غارب، دي كانت طبعا هل هذا طبيعي؟ هل دي خدعه لما توصل 120 كيلو متر مليون كيلو متر مكعب على مدينه صغيره زي رياض غارب؟
فدي مش خدعة، دي فعلا تغيرات مناخيه. جزيل الشكر يا فندم الدكتور احمد عبد العال رئيس هيئه الارصاد الجويه. واسمحوا لنا مشاهدينا الكرام نخرج لفاصل، وبعد هذا الفاصل نستقبل مع حضراتكم فقرتنا الحواريه لهذا اليوم، وهي متعلقه ب الجرائم اللي صدمت المصريين اليومين اللي فاتوا، سواء في الدقهلية ودمياط أو في المنيا امبارح، سواء الأب اللي مع الأسف يعني قتل ولاده، أو الأم اللي ولدت اللي طبعا اللي قتلت ولادها في جنوب مصر في الصعيد في الدلتا وفي الصعيد. بعد الفاصل إن شاء الله.